فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مريض في ساقه، شخص مريض في ساقه ويضطر أن يلبس خفين وهو يريد العمرة، يقول ما حكم لبسي للخفين بعد الإحرام وهل علي فدية في ذلك؟ خفين ساترين يعني الكعبين، ساترين للكعبين يعني ما هم قصيرين. والله هذا كونه يفدي أحسن له، أحوط له، كونه يفدي أحوط له، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. نعم، فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو يذبح شاة، يعني مخير بين أحد 3 أمور، أي يسمونها فدية اللبس. فدية اللبس 3 أشياء، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.